تحياتي، معاكم وائل يحيى من أمريكا تشارت، وهنستخدم أدوات التحليل الفني الكلاسيكي لمراجعة وتحديث الرؤية قصيرة الأجل جدا في سهم انفيديا. وهل فعلا بدأ التصحيح؟ ولو صحح يروح لفين؟ كنا اتكلمنا عن الفيديو عن سهم انفيديا في فيديو تقريبا من حوالي تقريبا أسبوعين أهو. الحرص أولى من الطمع والاستعجال، ده من حوالي أسبوعين تقريبا، تزيد وتنقص يعني. كان وقتها السهم ما زال محافظ على بعض الدعوم قصيرة الأجل حول مناطق 850 دولار، الدعم اللي كنا راسمينه مع بعض عند ذلك المستوى. لكن كان في إشكالية وقتها، إن كان عندنا شمعة بيعية من الطراز الرفيع بحجم تداول ملفت للغاية، وكانت القوائم المالية أعلنت وتوزيع الأرباح تم، فإلى حد ما كانت الظروف مهيئة إن إحنا نقلق. ليه؟ لأن مفيش محفز جديد كان يساعد السهم على إنه يطلع. وبعيدا عن أسباب اقتصادية أو أسباب على أرض الواقع، نتكلم بالرسم البياني والتحليل الفني. بيقول إن إحنا كان عندنا خط اتجاه صاعد طويل الأجل، ثم خط قناة أول، ثم خط قناة تاني. خط القناة التاني زيه زي خط القناة الأول، متوقع ومنتظر يظهر عنده شيء من الضغط البيعي. ولما بدأت هذه الشموع البيعية تظهر عند أو بعد الخط التاني بقليل، تكونت مقاومة قصيرة الأجل حول مناطق 967. ال 967 دي أنا في رأيي هي المقاومة السيكولوجية المعنوية، بداية من ال 950 معاك لحد ال 1000 دولار. دي حزمة المقاومة المعنوية والفنية التي تبدأ من 950 وتمتد حتى المعنوية التي تصل إلى 1000 دولار. ولقد كان توالت ظهور الشموع البيعية، وإن كان وقتها كان في أمل ضعيف في الحفاظ على 850، لكنه لم يحدث. وفي ميزة بقى، إن كسر الدعم بيعطيك دلالة ضعف، وخلي بالك إن الاتجاه الصاعد قصير الأجل أيضا انكسر بعدها بيومين ثلاثة، يعني عفوا قبلها بيومين ثلاثة. الكسر أولا كان لخط القناة الصاعد المتوسط الأجل الأسبوعي باللون الأزرق أهو، بعدها بحوالي أسبوع أو 7 أيام تداول اتكسر خط الاتجاه الصاعد القصير الأجل أهو، بعد منهم مفيش بيومين ثلاثة اتكسر الدعم. فواضح جدا إن انفيديا على الإطار الحركي، ولما نقول الحركي قصدنا إطار زمني قصير للغاية، واضح إنه بدأ يدخل في حركة تصحيحية. كاسر خط القناة، لو هنعدد كده علامات الضعف، كاسر خط القناة الصاعد الأسبوعي أدي واحد، كاسر خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل أدي اثنين، كاسر الدعم وصمام الأمان قصير الأجل أدي ثلاثة، ولا يتبقى له إلا كسر مستوى صمام الأمان الأسبوعي متوسط الأجل اللي كنا راسمينه مع بعض عند 800 دولار. كده كده خلاص انفيديا في حركة تصحيحية هابطة تستهدف مناطق في رأيي خط القناة الأول أهو، المنطقة دي مع تلاقي خط الدعم الأسبوعي، نقدر نقول إنه بيستهدف منطقة دعم ذات سمك بيبدأ من 770 وبيمتد حتى 800 دولار، يعني بنتكلم في حوالي 30 دولار سمك الدعم المنتظر اختباره. ثم لكل مقام مقال، مش معناه ابدا انه تلقائي سيرتد من هناك لاعلى، لا لا لا، احنا هناك نراقبه من اجل البحث عن اشارات فنية ارتدادية، فان لم يحدث فيبقى الوضع كما هو عليه. وتعالوا مع بعض نرسم معالم الحركة الهابطة علشان لما نراجع السهم تاني خلال اسبوع او اسبوعين او ثلاثة حسب ما تستجد الامور نبقى عارفين. ننتقل للرسم البياني الساعة، ونرسم خط اتجاه معبرا عن الحركة الهابطة على الاطار الزمني المضاربي باللون الاصفر كالمعتاد.
طالما سهم انفيديا في هذه القناة السعرية على الإطار الزمني المضاربي، فهو في حركة تصحيحية إلى أن يتخرج منها على خير. إلى ذلك الحين من الأأمن والأسلم والأضمن عدم الاستعجال، ومع كسر كل دعم المراكز الافتراضية المفتوحة أولى بالتخفيف. وزي ما قلنا في الفيديو السابق من حوالي أسبوعين، الحرص أولى من الطمع والاستعجال. كان معاكم وائل يحيى، خبير فني اقتصادي معتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين. بالتوفيق إن شاء الله.